خمس دقائق 56 ثانية جزءا واحد من ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. نبدأ في سادس أشواطنا لهذا اليوم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام ضمن انطلاقات هذا اليوم وهذا الشوط الخاص أيضا بلقايا المحليات الأصايل من خلال 17 شوطا توزعت هذا اليوم أولها الخمسة الأشواط المفتوحة ومن ثم أيضا الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصايل. مباشرة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام تأتي هنا الخزنة الحميد بن سعيد بن عامر النيادي يأتي على المركز الأول بينما النقلة مباشرة إلى الهدى عبيد بن ناصر بن دغاش العامري وصل أيضا وقدم الهدى وغير إلى مقدمة الشوط المركز الثالث. هذه اللحظات لسيد ناصر بن محمد بن قران المنصوري والمركز بعد الجميل على رابع المراكز مشاهدينا الاعزاء مشكور عبد الله بن سهيل بالاسود العامري وصل في هذه اللحظات ليقدم هادم على المركز الرابع. المركز الخامس تاتي في هذه اللحظات الظن ساري بن محمد بن كراز المهيري وصل ايضا ليقدم هذا الشعار وينطلق من خلال هذه الاسماء القويه والعملاقه. الدخول ايضا من اللي هي الوثبة أحمد بن يمعة بن مبارك الأحبابي وصل أيضا فاز معنا في يوم الأمس بالفعل ليحقق أيضا هذا الاسم في هذا الصباح ولكن هنا الوصول من الشاهينية الدرع اللي وصل في هذه اللحظات يقدم هذا الاسم وأيضا دخول من الجانب الآخر تأتي الشاهينية حميد بن راي آخر الوصول بالفعل حملة رقم 29 الساعة لمحمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري وأيضا تدخلت في هذه اللحظات أسياد لسالم بن عبيد بن مبارك الكتبي. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هكذا هو الانطلاق هكذا هو الأداء الرائع والجميل العودة إلى الصدارة العودة إلى مقدمة الشوط العودة إلى المركز الأول والصدارة الأولى. الهدى عبيد بن ناصر بن دغاش العامري يأتي في المركز الأول ينطلق في الصدارة الأولى القادم من ميدان الساد بالفعل للمشاركة في هذا الشوط للانطلاق القوي والتحدي المثير وايضا يمتلك سلاله هملوليه والجبار احد بنوك الانتاج مع بن دغاش العامري عبيد بن ناصر بن دغاش العامري ولكن بن بطحان تالق في يوم الامس تالق كبير وتحدي مثير في سن الحجاجات في هذا اليوم ايضا مع زاهيه ناصر بن محمد والقران المنصوري غير الصداره الاولى بدا يستلم ايضا زمام المبادره مع المركز الاول والمنعطف الاخير ولكن هنا القادم على المركز الثالث وصلت مشكوره عبد الله بن سهيل بالاسود العامري ودخل الدرعي حميد بن راشد بن ناصر الدرعي مع الشاهينيه. يا سلام يا سلام يا اهالي القوع اهالي القوع بدا ايضا يتدخلون من خلال هذه الاسماء القويه والعملاقه مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. الدخول من الجانب الاخر اللي وصلت حامله رقم 34 اللي هي سمحه مسلم بن سالم بن ناصر بالمر العامري وصلت ايضا الظبي حمدان بن حميد بن هلال العسكري بدا يتدخل الى المركز الخامس. اعود الى الصداره اعود الى مقدمه الشوط. يا سلام زاهيه يا زاهيه زاهيه بادائها الجميل على المركز الاول على الصداره ولكن تحرك الدرعي تحرك الدرعي في هذا الشوط حميد بن راشد بن ناصر الدرعي في المركز الاول المركز الثاني مشكوره عبد الله بن سهيل ايضا بالاسود العامري تحركات ايضا على المركز الرابع والوصول في هذه اللحظات من اللي هي وصلت سمحه مسلم بن سالم بن ناصر بالمره العامري وصلت في هذه اللحظات الظبي حمدان بن حميد بن هلال العسكري. هذه هي النتيجه هذه هي النتيجه ولكن الاداء الكبير التحدي المثير مشكوره 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 من واقع الاسم بالفعل الفعل مشكور ياتي هنا والمملوك الهجن الرياسه عبد الله بن سهيل بالاسود العامري يسير الى الصداره الى المركز الاول. تهانينا الى بالاسود على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول الى خط النهايه المركز الثاني. وصلت شاهينية حميد بن راي بن ناصر الدرعي المركز الثالث المركز الثالث كان الوصول ايضا في ثالث المراكز والدخول الجماعي مع الظبي لحمدان بن حميد بن هلال العسكري ومع ايضا الزاهيه لناصر بن محمد بن بطحان المنصوري. هكذا النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام. العوده هنا بالتوقيت الزمني لحظات وصول مشكوره اللي فازت بالمركز الاول عبد الله بن سهيل بالاسود العامري. سلام يا بالاسود سلام على هذا الفوز والانتصار. 6 دقائق ثانيه واحده 9 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. المركز الثاني شاهينية حميد بن راشد بن ناصر
الدرعي من وصل للمركز الثاني قدم عرض رائع وجميل بالفعل من خلال هذا التواجد أيضا والانطلاق الرائع والجميل. هنا توقيت المركز الثاني 6:01:09 هذا هو توقيت مشكورة، بينما ننتظر المركز الثاني 6:02:07 تهانينا لأيضا حميد بن راشد بن ناصر الدرعي المركز الثالث. مركز الثالث أيضا وصول من اللي هي 6:03:03 اللي وصلت زاهية ناصر بن محمد بن بطحان بن قران المنصوري، تهانينا والناموس للجميع.